4/1/2014 مدينة رستا. مرحبا يا عمو. أهلين. شلونكم؟ ريحين. شو عم تسووا بهالبرد هون واقفين انتو؟ بندور على الحطب. شو عم تسووا؟ عم ندور على حطب. دوروا على حطب؟ ليش الحطب؟ عشان شغل. ايه. طيب ما عندكم مازوت انتو؟ لا. ما عندكم؟ لا. طيب ليش ما انا كنت لابس سترة مثل حكيته؟ شايف هو لابس سترة. ليش؟ يعني ماك بردان هيك؟ طيب شو الأوضاع؟ حكولي شو أوضاعكم هون بالرستا؟ بقصفوا علينا. منين بقصفوا عليكم يا عمو؟ من الكتيبة. طيب أقصير قصف بتخافوا أنت؟ شو بتسوى أقصير قصف طيب؟ حكولي. ندعي. شو بتدعوا؟ ندعي لربنا. شو بتقولوا؟ شو بتقول يا عمو؟ شو تدعي عليهم وقت بقصفوا عليكم على الرسن يا عمو؟ ندعي